السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شي وجديدة من شي وات أم شمس. كنتمنى دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. اليوم بإذن الله غادي نقترح عليكم ونحضروا مع بعض الشكلاط للدهن للأطفال، وكذلك ممكن نعملوه في الحلويات، فكيجي هائل بالمذاق ديال النوتيلا، ويعني كيجي أحسن بصراحة. يعني كيجي واحد الحاجة اللي صوبناها في البيت ديالنا يعني بمقادير اللي جميلة بزاف، وكيجي واحد المذاق اللي هو هائل ونتيجة اللي رائعة، اللي كنتمنى انكم يعني تجربوا هذه الوصفه هذه لانها صراحه كتستاهل التجربه. وهذا الشوكولاته هذا فغادي يحمق عليه وغادي يحمق الصغار قبل من الكبار، وكذلك الكبار قبل من الصغار. فنتمنى دائما الفيديو اليوم والوصفه ديالنا اليوم تنال الاستحسان ديالكم واعجابكم، وتجربوها كذلك. والا عجبتكم لا فيديو فما تنساوش وما تبخلوش على الاصدقاء ديالكم والعائله باش يعني يشوفوا الوصفة، وكذلك في مواقعكم التواصلية باش تعم الفائدة. وإلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة وتكتشفوها فمرحبا بكم كذلك بالاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة. كما كتشوفوا معنا فهذا الشكلات هذا ديال الدهن هنا راه باقي سخون، يعني باقي ما بردش، كيجي بحال هذا الشكل هذا ثقيل، أما إلا برد فكيجي يعني ثقيل كي أكثر، كيجي هائل. فبلا ما نطول عليكم مشيو المقادير طريقة التحضير. فبالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو اليوم للشوكولات ديال الدهن اللي غنحضروا لينا ولوليداتنا كذلك، فغادي نحتاجو 100 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره الغرفه. وهنا بالنسبه للزبده فمن الاحسن تستعملوا زبده اللي تكون حيوانيه او الزبده الممتازه، فكتعطي واحد اللذه اكثر، يعني ما تستعملوش لا مارغرين، فهاد الزبده الحيوانيه كتعطي واحد المذاق رائع في هاد الشوكولا هذا. غنحتاجو كذلك كاس اللي كيعادل كاس لاروب ديال العنبه، اللي كيعادل كذلك 170 غرام ديال الحليب المركز بحال هكا. هذا الحليب المركز المحلى اللي كنت عملت معكم، يعني الا عملتو كاس ديال العنبه ما تعمروهش حتى الفوق. وغادي نحتاجو كذلك 150 غرام ديال الشوكولات اسود نوع ممتاز، فهنا انا يعني استعملت هذا الشوكولا هذا اللي كيكونوا فيه طريفات ديال الكاكاو، فكيعطي واحد البنه، وكذلك ما كيجيش هذه الشوكولاته ديال الدهن ما كتجيش حلوه بزاف، لان كما شفنا ففيه الحليب المركز، والا عملنا حتى الشوكولاته حلوه بزاف او بديل الشوكولاته فكيكون حلو بزاف على الاطفال ديالنا. فانا استعملت هذا اللي كيكون فيه نسبه الكاكاو طالعه، يعني فيها 76% بحال هذا الشكل هذا، وكيكون يعني فيه حبيبات اولا فيه طريفات ديال الكاكاو. وانتوما يعني ممكن انكم تستعملوا الشوكولاته اولا الشوكولات اللي متوفر عندكم، فكنصيحه فقط استعملوا هذا، راه كيكون فيه غير 100 غرام. يعني انا هنا خديت جوج، وحده خديت منها 50 غرام ووحده خديتها كامله، يعني فيها اللي هو المجموع ديال 150 غرام. غنحتاجو كذلك معلقه كبيره ما عمراش اللي كتعادل 10 غرام ديال الكاكاو، وغادي نحتاجو كذلك معلقه كبيره ديال البراليني اللي كنت عملت معكم بالبندق واللوز اولا بالنوازيت واللوز. هادو هما المقادير اللي جد بسيطه. نمشيو دابا لطريقه التحضير. فبالنسبه للطريقه فهي جد سهله. كنعمل واحد الباماغي او حمام مائي اللي كنعملو كاسرونه من تحت فيها الماء، كاسرونه من الفوق ما فيها والو. غنعملو فيها الزبده، الكاسرونه اللي من الفوق غنعملو فيها الزبده، وغادي نخليوها شي شويه تذوب، يعني تبان لينا بدات كتذوب شويه بحال هذا الشكل هذا. ملي كتبدا تذوب على هذا الشكل دائما الحمام مائي ما نعمروش الكاسرونه حتى الفوق بالماء، غير شويه ديال الماء. ودابا غادي نضيفو الشكلاط الاسود يذوب مع الزبده. فكما قلت لكم يعني دائما عافيه تكون مهيله على الحمام المائي، لان هاد الشوكولا كيذوب غير في البخار ديال الماء. دابا غنحرك مزيان حتى يذوب ليا هاد الشوكولا هذا ويتجانس مع الزبده بحال هاد الشكل هذا. نحرك جيدا حتى كيذوبوا معايا كما شفتوا بحال هذا الشكل. دابا غادي نضيف المعلقه كبيره ما عمراش اللي كتعادل 10 غرام ديال الكاكاو. فانا هنا بغيتو اللون ديالو يكون ناصع، يعني يكون اسود بزاف. فانتوما الا ما بغيتوش فهاد المعلقه كبيره الكاكاو ممكن تعملوا غير معلقه صغيره، اولا ممكن ما تعملوهاش كاع. فهنا الا استعملتوا الشوكولاته العاديه فضروري تضيفوا هاد الكاكاو، اما الا استعملتوا الشوكولاته اللي استعملت انا فالا ما بغيتوش ما تضيفوش هاد الكاكاو، لانها صراحه المذاق ديالها تيجي هائل، حتى تكون مجهده يعني الكاكاو تيكون فيها مجهد. فهنا من بعد ما دابوا لي العناصر زولت الكاسرونه من فوق النار اولا فوق الباماغي،
وضفت الحليب المركز اللي هو 170 غرام ديال الحليب المركز. غادي نخلط مزيان على هذا الشكل هذا كما شفتوا. ودابا غادي نضيف البخاليني اللي هو معلقه كبيره، يعني هنا البخاليني ممكن تزيدوا اكثر من معلقه كبيره، يعني جوج معالق على حساب الا بغيتوا النكهه. فصراحه بهذه الطريقه جا النكهه ديالو خفيفه وجا غزال بزاف بزاف، والمذاق ديالو رائع. فهنا من بعد ما غنخلط كل شيء حتى يتجانسوا بحال هذا الشكل هذا. وكفكره فممكن انكم تضيفوا روح البندق، راه كتباع راه متوفره. انا صراحه بغيت نخليها هكا طبيعي، فممكن انكم الا بغيتوا يعني النكهه تجي اكثر واكثر فممكن تضيفوا روح البندق، اولا ممكن انكم تحمصوا البندق وتضيفوه عاد طحنوا الكل. دابا انا من بعد ما خلطت هاد العناصر عفوا هذا كاملين، دابا غادي نطحن هاد الخليط هذا، يعني خاصو ضروري نطحنوه باش يعني يتجانس مزيان. فهنا كما كتشوفوا معايا فمنين كنبداو نطحنوا الخليط ديالنا فكيولي ثقيل، يعني حنا كنطحنوا هو كيتقال بحال هذا الشكل. غنبقى نطحن غير بشويه بشويه حتى يتجانسوا مزيان هاد العناصر، وكيبدا الخليط عندي كيولي كيبري هانتوما وكيولي ثقيل هانتوما كما كتشوفوا معايا. يعني هنا راه ما ضفت عليه حتى شي حاجه، وغادي تجربوا الوصفه ودائما كنتسنى الاجوبه ديالكم في لي كومونتير. فمن بعد ما طحنت هذا الخليط كامل غادي نعملوه في واحد القريعه اللي تكون معقمه. فهنا راه المذاق ديال هاد الشوكولاته ديال الدهن، كنتمنى انكم تجربوه باش تجاوبوني ان شاء الله، لانه كيجي واحد المذاق اللي هائل هائل بزاف. وكما شفتوا معنا يعني كاع هادشي اللي خدمنا به هاد الشوكولاته الدهن فعملناه في البيت ديالنا، يعني نقسموا الوقت ديالنا ونصاوبوا كل شيء في الدار، وهكا كياكلوا وليداتنا حوايج اللي ما فيهمش مواد حافظه واللي خاليين من مواد اللي كنعرفوا انها مضره بالصحه. فهنا من بعد ما وجد لينا الشكلاط ديال الدهن ديالنا فكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي هائل هائل. وهنا راه باقي سخون يعني مازال ما بردش، يعني ما عملتوش نهائيا في الثلاجه، وكما غتشوفوا معايا فكيجي عاقد. اما الا خليته في الثلاجه فراه كيعقد وكيولي بات، يعني كيولي باتا تختيني، كنهزوها كنتحكموا فيها كيف ما بغينا. فكما غتشوفوا معايا كيجي هائل، وكنتمنى ان الفيديو اليوم من الاستحسان ديالكم اعجبكم، ودائما ما تبخلوش علينا بلي لايك وكذلك لي كومونتير اللي كيحفزونا دائما في فيديوهات جديده اللي كتنفعنا وتنفع وليداتنا. فالى وصفه مقبله باذن الله، كانت معكم ام شمس والى اللقاء.